لما نزلنا مصر حضرتك تشرفنا طبعا، عملنا عدة لقاءات كانت فوق المستوى بصراحة وناجحة على مستوى عالي جدا جدا، وكان في تركيز حقيقي من الدولة علينا احنا كمان في وجودنا هناك. التركيز كان من خلال ان هو اتمام اللقاءات على مستوى وزاري عالي. طبعا قمنا بمجموعة زيارات هامة احنا كاتحاد كمجموعة، تشرفنا بلقاء قداسة البابا تواضروس الثاني طبعا، وده كان لقاء على مستوى عالي جدا جدا من الأهمية لينا، لأن كنا في عاملين برنامج ماشيين من أمريكا نازلين برنامج إيه اللي هيحصل هناك. فبداية الزيارات كنا في طبعا في المؤتمر، بعد المؤتمر على طول مباشرة كان تشرفنا بلقاء سيادة البابا طبعا قداسة البابا، كان لقاء امتد لفترة مش وحش خالص، كان لقاء أسري ودي جميل على مستوى عالي، وكان تشرفنا طبعا مجموعة العلماء والدكاترة اللي موجودين في الاتحاد. وإحنا حتى وإحنا قاعدين جت على ما أتذكر مكالمة لقداسة البابا من السيد رئيس الوزراء، تعزية بيعزيه في المصاب طبعا اللي حصل، لان كان في الوقت دوت حتى ايفن تطرقنا وسالنا البابا عشان هل هو تعتقد ان هل هو عمل ارهابي عمل، قال نو نو نو، الراجل نفى بامانه ومن قلب قال لا. كان طبعا قبل سياده الوزير كان السيد رئيس الدوله السيد عبد الفتاح السيسي وجه له طبعا التعازي، كنا احنا قبل ما نروح حضر اللقاء دوت، ونفى قطعيا قال لك لا ده مجرد ماس كهربائي حصل وعمليه طبيعيه خالص، حصلت كارثه طبيعيه طبعا تعتبر. وطبعا والدوله قامت على اكمل وجه بالاسعافات الاوليه وزيارات، وقام حتى السيد رئيس طبعا الاتحاد مستر رأفت صليب قام بزياره المستشفى هناك هو مجموعه من اعضاء الاتحاد، وقاموا بالواجب على اكمل وجه. فدي كانت حاجه شيء جميل قوي قوي قوي. عشان كده ما بقول لحضرتك لازم تحس بوضعك واهميتك انت هنا كراجل مصري في امريكا. انت راجل عامل يعني عايز اقول تواصل واخبار حضرتك، وفي رسائل لازم توصلها للناس.